الأمن من ضروريات حياة البشر، ولذا فإن حياة العبد يسر بها إذا تحقق له الأمن في قلبه وفي فؤاده، وإذا تحقق له الأمن وهو يمشي في الطرقات، وإذا تحقق له الأمن وهو مستقر في بيته. ولذلك ثبت في الحديث الحسن بشواهده كما عند الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، في سربه يعني آمن من حيث القلب والفؤاد وضبطت، من أصبح منكم آمناً في سربه بفتح السين، وذلك إذا كان يمشي في الطريق وضبطت في سربه يعني في بيته. ما النتائج مع صفات أخرى؟ من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه ولو قل طعامه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها